فازت دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي بجائزة مرموقة ضمن جوائز منتدى القمة العالمية السنوية لمجتمع المعلومات 2024 الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك عن مبادرة النبض السبراني للشباب وسط مشاركة مشاريع ومبادرات مقدمة من أكثر من 193 دولة. وجرى الإعلان عن النتائج خلال حفل أقيم في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف. وقال الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات أن فوز مبادرة النبض السبراني للشباب بجائزة مرموقة للعام الثاني على التوالي من الاتحاد الدولي للاتصالات شهادة دولية جديدة على التزام دولة الإمارات ببناء مجتمع رقمي آمن وموثوق. دولة الإمارات الحمد لله رب العالمين شاركت بشكل جدا كبير في هذا المنتدى وفازت بأربع جوائز إذا مش أكثر، وغيرها من التروفيز الحمد لله في ذلك. نحن في المجلس الأمن السبراني الحمد لله فزنا في جائزة النبض السبراني، مشروع جدا مهم لنشر ثقافة الأمن السبراني، هو نموذج يحتذى به اليوم في عدة دول مختلفة وتم تعميمه أيضا في الأمم المتحدة لأن يحتذى بهذا المشروع. هذا انعكاس على والله الحمد تطور دولة الإمارات في كثير من هذه المجالات وخاصة في مجال الأمن السيبراني، ومن التجهين بإذن الله إلى أكثر وأكثر من هذه الإنجازات. شكرا للقيادة، شكرا لمن ساهم في هذا الإنجاز.